السلام عليكم بنات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم بيا هذا النهار، مرحبا بيا بكم عندي. اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيبقى مزيانين؟ انا سمحوا لي انا هكذا كتجيني الضحكه. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ توحشتكم بزاف بزاف بزاف. اليوم نهار جديد وفيديو جديد. المهم هذا القفيطين راني ديت لكم التصوير ديالو من الاول منين خديت التوب وفصلتو. المهم صورت لكم شي لقطات ودابا راه وجد وبغيت نوريه لكم قبل ما نصيفطهم عليه، وكنتمنى انه يعجبكم وكنتمنى انكم كما العاده تشجعوني وتدعموني، دعموا هذه القناه اللي عاد اول مره يتابونا ويدير لايك. ما تنساوش لايك. المهم خليكم بخير وعلى خير. تحسكم بزاف بزاف بزاف. هذا النهار غادي نضيفكم عندي في المحل ديالي المتواضع جدا اللي كنخدم به. هذا النهار قلت علاش لا ما نحضركمش معايا، تحضروا معايا تحضروا معايا من بحال دابا هذا القطعان غادي نصوروا لكم فاش غادي يوجد، ولكن علاش ما تحضروش معايا من الاول، حضروا معايا في الصاله وكل شيء. مره اخرى ان شاء الله كما قلت لكم غنبقى يعني غادي تحضروا معايا مراحل فاش نشريو الثوب فاش نرومو. علاش لا من علاش لا ما نحضركمش معايا ونوريكم الطريقه باش كنصوق قطعان. بزاف ديال الاخوات كيقولوا لي كيقولوا لي صوري لنا زعما صوري لنا كيفاش نديرو في السلوم قطان ولا جلابة. هاد النهار غادي نعلمكم كيفاش غادي ديرو في السلوم قطان ايفازي. مبقاش داك الايفازي بزاف، الخياط راه كيخدم في الماكينة ونصفت انا معايا مكملش نخلص الخدمة على ما نكمل انا التصوير ديالي. بالنسبة للبوبرا البنات كيكون عندها واحد الما ديالها، كيكون بحال واحد الجهة ملسة، ديك الجهة الملسة خصها هي اللي ترجع لتحت، ماشي هكذا فاش كديري يدك هكذا، ما خصش ديك الجهة الملسة تجي طالعة الفوق، خص الجهة الملسة تجي هكذا فاش ديري يدك تجي هكذا. البنات غتقولوا علاش لابسة بيجامة؟ أنا راني المحل عندي في الدار، المحل دايرة غير في داري. كان عندي محل ولكن منين نط تنتوحم بالبنيته الصغيرة صافي سمحت كلشي جيت نخدم في داري. راكم عارفين البنات الضغط وكلشي صافي. كنتقاد التوب، كنقاد التوب الربوعة على الربوعة. بسم الله بسم الله بها بديت. عالنبي صليت، صليو على النبي البنات، صليو عليه اللهم صل عليك رسول الله. هذه السيدة عندها طويلة، هذه طويلة بزاف، السيدة طويلة غادي نديرها متر وسبعين في الطول، غندير لها متر وسبعين باش في الطول بكلشي بخياطة بكلشي. بحال هاديك متر ستة وستين مزيانة كافية. محمد كتصدع عليا كنهضر وانت كتصدع الخياطة كيزيدي كيزيدي برصني محمد. المباراة بنات صعيبة شوية في الصالة ديالنا حيت كتهرب التوب كيهرب. يجيبك السلسلة ها انتما كديري متر وخمسين وكتزيدي اصلا سونتي فيه متر وخمسين. معرفتش كيبان دور شوية، ندور شوية الكاميرا انا مازال مكنعرفش نصور صافي مزيان غير خلي. كديرو متر وخمسين وكتزيدي متر كتزيدي لا 20 سنتيم هي متر وسبعين ياك بحال هكدا شتي مبيناش كل شوية هنا هكدا هايدا 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 مزيان ياك واخا. سيدة راه بلايضة شوية مولات القطان كتخلي خلاص ديك الحاشية مكتحاديش فيها، هادي راه غتقطع بالمقص مكنحاديش الحاشية. كنديروا لها الكتاف، هذه عندها 24 في الكتاف، 24 بزاف. البنات فاش كديري 30 في الربع كتجي لهنا بالتركيز وكديري 30 شحال ما درتي في الربع، شحال ما درتي هنايا في الربع كديري في التركيز. درتي 30 هنا من هنا لهنا راه كديري 30 هنا.
درتي 26 كديري 26 باش كتجي فيها فهمتي، كديري 30 في الربع كديري 30 هنايا بلس جلايل على حسب التوب. كل ما كان عندك التوب زايد كتعطيه الايفازي، هذا ما بغاش ايفازي بزاف خاصها السيده غليظه ما خصهاش يكون التوب يعني غليظه، ما خصش القطن يكون واسع بزاف وايفازي بزاف. بحال دابا في الصدر 30 كتهبطي وكتعرضي ماشي بزاف كيما قلنا. بلان السيدة غليظة مخش هذا بقى شحال هنا 50 بركة عليها حتى باش يكفيها التوب. انا نقرب عندكم كاملة 8 دقائق صافي. لا هذا بوحدو.